كذلك من يعني استمنى أخرج المني بلمس أو تقبيل أو بيده أو بالتفكير، المهم استمنى أخرج المني، تعمد إخراج المني، فأكثر أهل العلم على أنه يقضي هذا اليوم. أما المذي، خروج المذي، فبعض أهل ذهب أيضا أنه يقضي هذا اليوم، يعني يفطر بإخراج المذي، وبعضهم قال لا يفطر. والمذي يخرج بعد التفكير بالشهوة أو اللمس أو مداعبة الزوجة، يخرج المذي.